أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قال عبد الله ربكم خير صحة جدا اللي جاي أحسن من الله سبحانه وتعالى. أيام الفلاح أيام الفرق كل المتدعين خلق الناس أيام سعادة وخير يا رب. الناس اللي معانا كلنا على الصوت وعلى جودة البث عشان نتذكر ونتذكر إن شاء الله النهارده زي ما تعودنا بنقول حوالي 5 حوارات مع بعض. نبدأ أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل والتوفيق لله تحقيق السلام الحقيقي لتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين لله للخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب الله والفوز برضا الله والجنة من الله وتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلاله. 1. تقارب الله بجميع الأمور كما في الدولة. 2. تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما في الدولة. 3. قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله قدر قدرة الله. آمنا بك يا الله خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله. 4. العمل بأوامر الله والانتهاء عن أن الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله. 5. التواصل بالله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد. والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله فإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولى فقرة النهاردة مع القرآن الكريم ومع الآية الثانية من سورة الناس ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. ووفقنا إلى حقيقة معرفة قراءة قول مالك الناس الطريقة التي تحبها وتقواها يا الله. تبدأ هذه الآية بحرف الميم المفتوحة وهو حرف مرقق وهو من حروف الشفا. أقول ما آخذ حاجة الإيه؟ الابتسامة. ما ثم حرف اللام وهو مكسور ومرقق أيضا فما زال في ابتسامة. مالي مالي.
ثم الكاف مرققة، الكاف حرف مرقق، وتحواه ومكسور من أكيد مالكي، وهكذا يقرأ القرآن حرف حرف حتى أن المستمع يستطيع أن يعرف الحروف التي يقرأها القارئ. فيقال هكذا تعطى كل حرف حقه ومستحقه من التمعن في القراءة والاسترسال مع النطق في كل حرف حتى يعطى الحرف حقه من النطق مع خروج الحرف من مخرجه الحقيقي، وكذلك التشكيل، وكذلك قبل كل ذلك الهيئة القرآنية. فنأخذ الهيئة القرآنية مالكي مالكي، وهكذا يقرأ القرآن دائما ليس أثناء التعلم فقط، هناك خطأ شائع. يعني بعض الناس يقول إيه عشان ده بس إيه هيئة تعليمية، هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ حرفا حرفا ويستطيع المستمع أن يعرف كل حرف في كل كلمة يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن، ورد القرآن الأمر مالكي مالكي، هكذا هكذا يقرأ القرآن سواء بعد أن تتعلم أو قبل أن تتعلم، تتعلم الهيئة الحقيقية وأثناء التعليم تتعلم الهيئة الحقيقية وتقرأ بها الهيئة الدائمة حتى ولو كنت ستقرأ مسرعا أيضا في القراءة السريعة مالكي، أقرأ سريعا أيضا هلقا أو ترتيلا ولكن بنفس الهيئة، لا تتغير هيئة القراءة عن هذه الهيئة وهي القراءة حرفا حرفا مالكي. بعد الكاف كلمة الناس تبدأ بألف وصل مالكي مالكي، بعد الألف في لام، اللام مضغمة مع النون وكأن النون واللام حرف نون أو حرف واحد هو النون، وكأن هذه النون ساكنة وأخرى مفتوحة.